بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد. كل يوم عندنا شقق جديدة وعقارات جديدة إن شاء الله، وتبقى مشكورا لو عملت لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة على شارع الهرم الرئيسي، اللي قدامنا ده شارع الهرم الرئيسي. الشقة بتطل مباشرة على شارع الهرم الرئيسي. ده كده شكل الشارع اهو من بره. نبدأ بقى نخش الشقة بتاعتنا. الشقة مساحتها 100 متر صافي، 106.5 في العقد بالظبط، و100 متر صافي. ده أول حاجة باب حماية حديد على الشقة. دي طبعا الحديدة بتاعت العداد القديم. الشقة غرفتين ورسبشن كبير ومطبخ وحمام، والتشطيب زي ما حضراتكم شايفين كده. ده أول حاجة عندنا هنا، ده المطبخ. الشقة فيها عداد كهرباء قديم، والغاز يعتبر موجود على باب الشقة، يعني بتقدم عليه بيجيلك على طول. هنبدأ نخش الشقة بتاعتنا. ده أول حاجة بيجيلنا معانا عداد كهرباء قديم. الشقة زي ما حضراتكم شايفينها كده، بيجيلنا على اليمين الحمام بالغرف، وفي الوش اللي هو الريسبشن بالبلكونة. طبعا الريسبشن ده المفروض ان هو كان فيه غرفة تالتة، حابب تقفلها ممكن، حابب تسيبها زي ما هي كده مفيش مشكلة سيبها. نبدأ نخش على البلكونة بتاعتنا او البراندة بتاعتنا اللي هي على شارع الهرم الرئيسي. ده شارع الهرم اهو. دي محطة الطلبية. طبعا الشقة مسجلة شهر عقاري، والأرض مسجلة شهر عقاري، يعني اللي عايز ياخدها تمويل مفيش مشكلة. أول ما تشتغل المبادرة تقدر تيجي وتاخد صورة من الأوراق وتقدمها للبنك ويدوها لك تمويل عقاري لمتوسطي الدخل وليس محدودي الدخل. نبدأ نخش كده على الحمام والغرف. ده الحمام اهو، حمام كبير ما شاء الله. بالمناسبة يا جماعة دي شقة عروسة وعريس، يعني تقريبا ما تقعدش فيها كمان، لان هما يعني تزوجوا وسافروا، فالشقة مش متهانة نهائي زي ما حضراتكم شايفين كده. حاجة نظيفة جدا. البرج كمان فيه امن شغال 24 ساعة. الشقة في الدور السادس. دي أول غرفة أهي، برضو ببلكونة صغيرة كده، أو اللي بنسميه اللي هو شباك جيب أو بلكونة جيب اللي هي دي. برضو شايفة شارع الهرم الرئيسي. ده شارع الهرم الرئيسي أهو. الأرضية باركية على فكرة، الأوضة دي الغرفة دي الأرضية بتاعتها باركية. نخش على غرفة النوم الرئيسية. دي غرفة النوم الرئيسية أهي، الأرضية برضو بتاعتها باركية، يعني الغرف باركية والريسبشن سيراميك. وطبعا في إمكانية البيع بالعفش أو بدون العفش. العفش طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، بالمكيفات بكل شيء، بغرف النوم كده. ده برضو الغرفة اللي بتبص على شارع الهرم الرئيسي. الشقة دي عنوانها شارع الهرم الرئيسي، محطة الطلبية. مطلوب فيها بدون العفش 1,100,000، بالعفش 1,200,000.
أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.